ساتر. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لخيام النازحين بالقرب من مخازن الأونروا في رفح جنوبي قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تعتبر استهداف إسرائيل للاجئين في رفح مجزرة بشعة، وإسرائيل تتحدث عن استهداف تجمع لحماس. وسط خلافات بين فريق التفاوض ونتنياهو، التشاؤم يخيم على اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي حيال المفاوضات مع حماس. مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 130، حاكم دارفور يؤكد أن ما يجري في مدينة الفاشر ذو دوافع إثنية وليس سياسية. أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذه النشرة، إذ أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس عن مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للنازحين قرب مدينة رفح في أقصى جنوب غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في منطقة ادعى أنها آمنة مخلفا عشرات القتلى والمفقودين، وأن طواقم الإسعاف عاجزة عن نقل قتلى وجرحى مجزرة خيام النازحين لعدم وجود مستشفى في رفح يستوعب الضحايا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت عددا كبيرا من القتلى والمصابين. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الخيام تقع في مخيم نزوح أقيم حديثا في منطقة شمال غربي رفح مبنية، مبينة أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو 8 صواريخ على الخيام وأن من كانوا بداخلها احترقوا حتى الموت. المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية اعتبر استهداف إسرائيل للاجئين في رفح مجزرة بشعة تتطلب تدخل المجتمع الدولي. مع استمرار الإبادة الجماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال على مجزرة كبيرة مساء هذا اليوم في محافظة رفح، حيث استهدف المواطنين وهم آمنين في أماكن سكناهم في منطقة رفح في الخيم. هذه المنطقة اعتبرت منطقة آمنة، وجيش الاحتلال تم استهداف هؤلاء المواطنين، منهم عدد كبير أصيب وأكثر من 35 شهيد، جلهم الأطفال والنساء والشيوخ. ووصلت الجثث إلى المستشفيات الميدانية عبارة عن أشلاء مقطعة ومتفحمة، ومن الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات الميدانية في محافظة رفح إصابات خطيرة جدا، ومنها أصيب بحروق كاملة. هذا ناهيك على أن المنظومة الصحية في محافظة رفح معظم مستشفياتها خرجت عن خدمة صحية. لابد من المجتمع الدولي والأحرار في العالم التدخل لوقف هذه المجازر المستهدفة على المواطنين، وكذلك لابد من التدخل بشكل فوري لفتح مستشفيات ميدانية لمساندة المستشفيات التي خرجت عن الخدمة، وكذلك فتح معبر رفح لإرسال أدوية ومستلزمات طبية إلى المستشفيات لإعادة تشغيل هذه المستشفيات، وكذلك فتح المعابر لتحويل المرضى والمصابين من قطاع غزة. يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شيلوا معايا يا عم، شيلوا يا عم. يا الله.
الهدف الان في رفح في مخيم نزوح في منطقه موقع الحشاشين. اشتغل النيران في المكان. حاول استقرار الان. اقام النيران لكن لا توجد الان. يا ساتر يا الله البلاغ البلاغ يا الله يا رب البلاغات يا الله يا ساتر يا الله البلاغ البلاغ يا الله يا رب البلاغات يا الله. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تصفية رئيس مكتب حماس في الضفة الغربية ياسين ربيع وخالد النجار القيادي بالحركة في الغارات التي نفذتها على مدينة رفح. وأقر الجيش الإسرائيلي بالضربة الجوية على منطقة تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة مبررا ذلك باستهداف من وصفهم بالمخربين الذين يشكلون هدفا مشروعا بموجب أحكام القانون الدولي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي إنه معلوم لدى الجيش أن الحريق الذي شب في المنطقة أصاب عددا من الأشخاص غير المتورطين ويجري التحقيق في ملابسات الحادث. هذا وقالت مصادر الحدث إن اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لا يسوده تفاؤل كبير حيال المفاوضات وسط خلافات بين عدد من أعضاء فريق التفاوض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فريق المفاوضات الإسرائيلي بعد أن أعطاه تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح المختطفين، معتبرا أن الإحاطات الصادرة عن الفريق المفاوض لا تؤدي إلا إلى تصلب موقف حماس والإضرار بالعائلات وتأخير إطلاق سراح المختطفين. مصادر الحدث قالت إن إسرائيل تضع سقفا جديدا للتفاوض يثير قلق الوسطاء من إمكانية إحراز تقدم. وتأتي الانتقادات بعد أن أشار نتنياهو إلى مواصلة السنوار المطالبة بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى تعيد حماس تنفيذ فظائع 7 أكتوبر وفق نتنياهو. هذا ومن المتوقع عودة جلسات التفاوض برعاية الوسطاء بين حماس وإسرائيل الثلاثاء المقبل. نقلت وسائل إعلام عن القيادي في حركة حماس علي بركة قوله إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل بأي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وأكد بركة أن حماس أبلغت الوسطاء بوجوب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار مشددا على أن أي عرض جديد يجب أن يشمل بخلاف وقف إطلاق النار عودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
أثارت تأكيد الفلسطيني والنافي الإسرائيلي لوجود عملية قتل وأسر لجنود إسرائيليين جدلا واسعا حول صحة الرواية من عدمها. القسام حاولت إثبات الرواية عبر مشاهد لجثة ولسلاح أحد الجنود، وهو ما نفاه الجيش رسميا. مراقبون لم يستبعدوا وجود طرف ثالث أو وحدات إسرائيلية سرية تشترك في القتال في غزة بشكل غير معلن. بيان مفاجئ صدر بعد منتصف الليل على لسان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلن فيه قتل وأسر جنود إسرائيليين في جباليا. بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها. التعليق الإسرائيلي لم يستغرق سوى دقائق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نفى فيه رواية القسام، وأوضح أنه لا وجود لأي جنود جدد قتلوا أو وقعوا في الأسر. القسام تؤكد والجيش الإسرائيلي ينفي، ولكن لمن تعود هذه الجثة؟ باب التكهنات فتح على مصراعيه بعد نشر هذه الصور لسلاح وعتاد من أسر. محللون قالوا إنه سلاح تشيكي صنعي من نوع CZ سكوربيون إيفو 3، وإن الجيش الإسرائيلي لا يستخدمه، لكننا وجدنا أن الشركة لديها فروع في إسرائيل وتبيع هذه البنادق. في كل مشاهد القتال التي نشرها الجيش الإسرائيلي تظهر بنادق M16 أو بنادق تافور الإسرائيلية، ولم يسبق لهذه البندقية أن ظهرت في ساحة قتال. غموض هوية الجثة والبندقية فتح باب التكهنات حول إمكانية وجود جنود لشركات خاصة يقاتلون في غزة، أو من جنسيات مختلفة، أو وحدات سرية. وإن كانت سياسة القسام عدم إعطاء إجابات بلا ثمن، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون مضطرة لمصارحة جمهورها حول ما جرى في جباليا. أفاد مراسل الحدث بدخول نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم الحدودي، إلى جانب شاحنات وقود لصالح الأونروا. الحدث ترصد حركة النزوح المستمرة للسكان وسط تفاقم أزمة الأمن الغذائي في محافظات الوسط والجنوب. أكثر من 250,000 فلسطيني نزحوا من شرق جباليا مع استمرار العمليات العسكرية. تستمر العملية العسكرية على مناطق شمال قطاع غزة، ومعها تستمر حالة النزوح. أكثر من 250,000 فلسطيني نزحوا من مناطق شرق جباليا ووسطه ومنطقة الفلوجة إلى هذه المنطقة بالتحديد في منطقة الصفطاوي والشيخ رضوان وغرب مدينة غزة، في ظروف إنسانية صعبة جدا عليهم في ظل عدم وجود مراكز إيواء أو أي مأوى يحتوي هؤلاء السكان. أيضا لم تصل المساعدات الإنسانية منذ بداية هذه الحملة على مناطق الشمال. أكثر من أسبوعين لم يدخل أي طرد غذائي إلى هذه المنطقة، فقط 5,000 طرد لهؤلاء السكان الذين نزحوا في هذه المنطقة والتي لا تكفي حاجتهم بسبب هذه الظروف. هؤلاء السكان الذين خرجوا من مناطق شمال قطاع غزة لم يحملوا معهم أي شيء من مقتنياتهم أو من ملابسهم أو حتى من طعامهم، لذلك هم يواجهون حالة صعبة في هذه اللحظات. طلعنا من عند الفخورة، جينا عند سويد الصفطاوي وقاعدين، لا جابوا لنا لا خبز ولا كابونه ولا مساعدات ولا قهوه ولا قراتو. وبعدين زي ما انتم شايفين يعني طبعا الناس هذه جعانه والله يعينها وضعها وبتقاتل في حالها مقاتله. والله العظيم لو انه في عندها اكل وشرب كما بتشوفوا الزحمه اللي انتم شايفينها زي هيك. والناس يعني طلعت، يعني اللي طلعت بطولها، اللي طلعت بدون ما تاخذ اواعي، بدون ما تاخذ اكلها ولا شرب ولا حاجه اخذت. لم تقتصر الظروف الإنسانية فقط على الطعام والشراب والمأوى،
ولكن أيضا هناك الظروف الصحية. شمال قطاع غزة لا يوجد بداخله أي مستشفى حاليا سوى مستشفى واحد هو مستشفى المعمداني. ما ينتظر هؤلاء السكان هو ظروف أكثر قساوة في حال عودتهم إلى موطنهم ومناطق جباليا بعد الاستهداف والدمار الكبير الذي طال بيوتهم والبنية التحتية في تلك المنطقة. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحدث. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني، اعتبر وزير الخارجية الإسباني أن الاعتراف بدولة فلسطين هو إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل. للشعب الفلسطيني الحق في أن يكون له دولة، كما هو الحال بالنسبة لشعب إسرائيل. يجب أن يعيشوا جنبا إلى جنب في سلام وأمن وحسن جوار. الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو العدالة للشعب الفلسطيني، وهو أفضل ضمان لأمن إسرائيل وضروري للغاية لتحقيق السلام في المنطقة. جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة للحكومة الفلسطينية خلال الاجتماع الدولي في بروكسل. كما شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية إزالة جميع العراقيل والمعوقات أمامها بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل، والدعوة لرفع الحجز عن الأموال الفلسطينية وعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تعيق عمل الحكومة الفلسطينية. وقال ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مقابلة مع الحدث إن الأردن القوي هو القادر على الدفاع عن القضية الفلسطينية، متهما الحكومة الإسرائيلية بمحاولة جر المنطقة لحرب إقليمية. الأردن عم بيخوض معركة دبلوماسية وسياسية من بداية الأزمة، وساعدنا بتغيير مواقف كثير دول تجاه إسرائيل. يعني القضية الفلسطينية قضيتنا، وبالرغم من الكلف السياسية والاقتصادية اللي عم ندفعها راح نضل نقوم بدورنا تجاه الشعب الفلسطيني. وأولويتي نحافظ على أمن واستقرار البلد، لأنه الأردن القوي هو اللي قادر يدافع عن القضية ويكون أكبر سند للشعب الفلسطيني. وأكيد اليوم كل تركيزنا على غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية عم بتفجر الأوضاع بالضفة كمان، وعم بتحاول تسحب المنطقة كلها لحرب إقليمية. وأكد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مقابلته مع الحدث أن العلاقة بين الأردن والسعودية تاريخية، مشددا على أن أمن واستقرار الأردن من أمن السعودية واستقرارها. هي علاقة تاريخية ومستقبلنا مشترك، وهذا مش بس شعار، مصلحة المنطقة كلها أنه هذا التعاون يستمر بكل أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية، لأنه بالنهاية أمننا واحد واستقرارنا واحد. فأنا والأمير محمد دائما هدفنا أنه نزيد هذا التعاون، والشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة، وإحنا بطبيعتنا شعوبنا قراب على بعض. وأبدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مقابلته مع الحدث أبدى إعجابه برؤية ولي العهد السعودي، مؤكدا أنه على تواصل مستمر مع الأمير محمد بن سلمان. أنا بعتبر الأمير محمد أخ وصديق مقرب. إحنا بصراحة من أول ما تعرفنا على بعض وإحنا على تواصل، منشوف بعض كل كم شهر ومنقعد بدون رسميات طبعا. وبصراحة أنا معجب برؤية سمو الواضحة وتصميمه أنه يقدم الأفضل لشعبه ولبلده. فرؤية الأمير محمد الطموحة والجريئة راح تنعكس إيجابيا على المنطقة كلها، وكل العالم راح يستفيد من هذا النجاح. فإن شاء الله إحنا بنزيد التعاون ونشتغل لمستقبل أفضل لشعوبنا. إلى السودان، حيث أكد منيار كوميناوي حاكم إقليم دارفور أن ما يجري في مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور له دوافع إثنية وليس سياسية. وأضاف مناوي أنه سيخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما يحدث في الفاشر من أعمال عسكرية عنيفة
من جانبها حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة يواجهون وضعاً إنسانياً مروعاً جراء القتال الدائر هناك. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى ألمانيا هي الأولى منذ ربع قرن. الزيارة تأتي ضمن احتفال ألمانيا بمرور 75 عاماً على إعلان الدستور الألماني. بعدها يتوجه ماكرون إلى ديرسن معقل اليمين وسيلقي كلمة بشأن السياسة الأوروبية قبيل انتخابات الاتحاد الأوروبي مع صعود محتمل لليمين. العدوان اللدودان في أوروبا باتا من أقرب الحلفاء ألمانيا وفرنسا، هذا ما تريد برلين أن تعكسه باستضافتها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بالكثير من الترحيب والتهليل، فهو لا يحل فقط ضيف دولة ولكن ضيف شرف أساسيا على احتفالات تلف ألمانيا منذ أيام، هي احتفالات مرور 75 عاما على ولادة الدستور. وماكرون سيقترب من معاقل اليمين المتطرف كما لم يقترب رئيس فرنسي قبله، فهو سينتقل من برلين إلى دريسدن، المدينة التي شهدت في الأسابيع الماضية اعتداءات بالضرب من يمينيين متطرفين على سياسيين من اليسار والوسط. الرئيس الفرنسي يريد أن يتحدث إلى الشباب الألماني قبل الانتخابات الأوروبية التي تشير التوقعات إلى أن اليمين المتطرف سيحقق فيها مكاسب كبيرة ويصل إلى هناك محاطا باستعدادات أمنية كبيرة لإبعاد يمينيين متطرفين يعدون لاستقباله بالتظاهرات وربما أكثر. أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ردود فعل متباينة أثناء خطابه خلال المؤتمر الوطني الليبرالي، حيث حث الحزب على الاتحاد مع الجمهوريين للتغلب على الرئيس جو بايدن في نوفمبر المقبل. وأثارت هذه التصريحات مزيجا من صيحات الاستهجان والهتافات المؤيدة. الحرية لراس، اجعل أمريكا عظيمة، هتافات صاخبة رددتها حشود من الناخبين الليبراليين وسط مزيج من التصفيق تارة وتعالي صيحات الاستهجان تارة أخرى. ترامب لدى لقائه وجها لوجه أعضاء المؤتمر الوطني الليبرالي غازلهم ومد لهم يد الصداقة محاولا نيل دعمهم في حملته الانتخابية الرئاسية المقبلة، وهو أمر غير مألوف بالنسبة للجمهوري المعتادي على تنظيم تجمعات لحشود معجبة به على الدوام. يشرفني أن تتم دعوتي هنا الليلة كأول رئيس في التاريخ الأمريكي يلقي كلمة أمام المؤتمر الوطني التحرري، شرف عظيم. يتساءل الكثير من الناس عن سبب مجيئي للتحدث في هذا المؤتمر، وكما تعلمون إنه سؤال مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ غزل ترامب لم يخفف من حدة انتقادات الليبراليين له، فوجهوا له اتهامات حول التسرع بطرح لقاح كوفيد-19 وزيادة العجز الفيدرالي الشاهق والكذب بشأن سياساته عندما كان رئيساً. الجميع هنا يؤمن بأن علينا النضال من أجل نفس الحريات الأساسية، وحرية التعبير، وحرية الدين، وحرية الحق في امتلاك سلاح ناري، والحرية في التحكم بالضرائب. تعهد ترامب بأنه سيضع شخصاً ليبرالياً في حكومته، كما وعد بتخفيف عقوبة راس أوليبريت مؤسس موقع طريق الحرير الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات، حيث يدعو الكثير من الليبراليين للإفراج عن أوليبريت مدعين أن حكمه لم يكن منصفاً. وبينما يحاول ترامب جمع أصوات من محفظة الليبراليين، يواصل بايدن جهوده مع الشباب، ففي خطاب ألقاه بولاية نيويورك ركز على توجيه رسائله للعسكريين المتخرجين حديثاً، حيث وصفهم بأنهم أوصياء الديمقراطية. وفي الختام مشاهدينا أقدر متابعتكم، أنا رولا الخطيب، والحدث دائماً لحظة بلحظة. إلى اللقاء.